بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الاستراتيجية التي تتعلق بزيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان بدأت في تحقيق نتائج على الأرض. وفي تصريحات له على هامش زيارة مفاجئة إلى كابول، عبر بنس عن أمله في أن تمثل زيارته دليلا ملموسا على أن الولايات المتحدة متواجدة في أفغانستان لتنجز ما وصفها بالمهمة. وعما إذا كانت واشنطن سترسل مزيدا من القوات إلى أفغانستان، قال بنس إن ترامب سيحسم هذا الأمر في الأيام المقبلة.